فما براكاج براكاج سيارة رمادية تلون من نوع 4x4 سيارة رمادية من نوع 4x4 فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة سطوار براكاج فما براكاج وش يحكي لها نقولوا أنه من جوهرة فهم شوف وش يحكي شوف مرسي هكا براكينا فورد فورد تونس 128 92-50 وقفناها في الطريق فيها مدام هدى بن عمر السيدة هدى بن عمر ممثلة معروفة وجميلة ما عقلتهاش اليوم بدلت عليها شوية إيش بحذية مدام هدى شنو حيلك سافا صح لاباس سمحني براكاج هذا تو عملنا لك براكاج اما اني فرحت مش ممنوع عليكم لا مش ممنوع احنا كل شيء اوتوريزي في سوسه جوهره ايش بحذية قولي شنو حويلك اسمع بالله ايش نقول لك انا مش مصدقه تعملوا لي براكاج هكا عيني عينك في وضح النهار لاختي نقدم لكم سلام لا والله لا انتم محليكم الساعه شبيبه حرام عليك عايش خويا حرام عليك وانا قلبي هكا درا شنو بعد 14 جام في معاش فيها كلام فهمتوا لي نخاف من كل شيء يا لالا اي افكتيفمون جيت لسوسه على خاطر عندي مسرحيتي غدو باش تتعدى اللي هي نحب نغني اونتي ستريس للتوانسه الكل عن الحق ولا لا؟ لا عندكم الحق. البياس عندكم الحق احنا لو عايشين احنا عايشين ستريس كبير توانسه. جوست حبيت نعرف مدام هدى البياس دو تياتر عنوانها نحب نغني اونتي ستريس ولا اونتي ستريس هكا؟ لا اسمها نحب نغني اونتي ستريس. تعرف علاش؟ خاطر كي نغنيو نتفرهدوا اي ولا لا؟ كي نضحكوا نتفرهدوا اي ولا لا؟ دونك سي اونتي ستريس. انا وعبد الستار خاطر صحاب من قبل كي تلاقينا مع بعضنا قلنا بالله نعملوا خدمه نترشقوا فيها احنا نضحكوا فيها احنا ومن بعد يكش نضحكوا العباد ما يسالش فهمت خاطر انا ساعه لساعه نعمل ادوار هكا شويه يابسه قلت المره هذه بعد هنا خليني زاده كيف كيف نكمل في المشوار مع شويه غناء وشويه برشا 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 اون ا بوزوان دو غير اون ا بوزوان دو غير دو سو سونتير الاز في بالك ما عادش نحس روحنا الاز انا عندي صاحبتي بسيه على ذكر البسيه المده هذه من 14 جان في 2011 حتى شتوا شريت ثانية كبيرة داكوردو 50 هكتار داكوردو يظل نبدلوا احنا اما والله لا والله لا شادين صحيح يلزمنا نحبوا الدنيا يلزمنا نحبوا الدنيا فهمت انا تعرفش تحب نغني توا ليش تحب تغني والله لا 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 حاجه تو كان نقولك سي سبونتاني سي سبونتاني انا في على مخي غنيه البارح نغني فيها نهار كامل في الراديو حتى في لي كوليس وانا بكري جايه في الكهربه مع الاولاد نغني فيها شنو هي الاغنيه ديكي 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 انت صديقي انت انيس البيت رفيقي جا في داري ايقظ جاري واشرب ماء من ابريقي جا 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 جونا ذب الفار ميمونة ميمونة حبيبتنا سرقت خميرتنا سرقتها وخبيتها نهار العيد كليتها نهار العيد كليتها هي وليداتها يا وصيف بوك علي فين تمشي فين تجي في طريق الزعفرة زعفرة المومنة المومنة تحت السماء والسماء تقطر بالماء والعرايس قاعد فيدهم 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 تفاحة قارسة فواحة شمها بن عمها فكرها خرصمها شمها بن خالها فكرها بن خالها تيتا 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 وبابا جاب حويتا قالك انا شو مسميه روحي في تونس شو ماخر تونس بربي الحمد لله بصراحه الحمد لله طلعت شو ماخر تونس حسيلو سوسه سوسه يا خويا تبدا هكا 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 على قد ما اكثر لومبوتياج في تونس ولا في سوسه لا 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 في تونس في تونس اكثر اما تونس خاطر نفهموا اثنيه ونعرفوها انا قاعده نتبع تقول لي دور يمين دور يمين اذا معناها الفتاه المتيعه جدا 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 وين الفتاه الغريبه الاطوار جدا لا الحق هني تبع فيك الحق وليت انا في خليني عاد فك عليا تو جينيرالمون انت مع لا في انه نساء ما يعرفوش يسوقوا لا 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 انا كذا روحي نعرف روح نسوق وانا تعلمت من عند واحده كنت اتيديونت في المسرح عادت تعدي لي تخدم في البنكة في بالك تعدي لي 7:30 نخلت لتونس 8 غير بوا بلومبوتياج يصوروا في مخك الكل عمري ما ريت هاي تعديت منها هاي منها هاي منها البوليس تعمل له هكا تخليه هو لاهي بهكايا يقول درا شكون يا هذيا
وتعمل هكا تعرفش من يعقات لهم. انا نقول لها يا ربي يا ربي نكبر وتولي عندي كرفه ونولي نسوق كيفك فهمت. لا لا اما اومام طون ساعه لساعة تلقى نساء تبارك الله ماذا بيك يشدوا الدار ويطيبوا المقرونه بالصلصه ويخطوا الفلان فهمت. وكان ربي هكا معني حن عليهم يحلوا مثلا كما يقولوا يعملوا حليل يعملوا محمصة كلي هكا في الدار زيد عرفتك الصبر ذاك علي يقلقوا فينا في الثنية وخيتي ورجالنا يهبلوا يا ربي قدم عليهم رجالنا قد يقتلوا في بالك في باليش لا لا بالرسمية رجال تونس يقتلوا والله يهبلوا ما على باليش تعرف في بالك باش تفهمهم بالسياقة متاعهم تبوريب فهمت بديت شويه عاود لي معناها السياقه نتاع الرجال سغفلات ان تو بتي بو لي بيرسوناج انا ما في باليش لي رجال تونس يقتلوا الحقيقه انا نقول لك كيفاش ترى فسر لي واش نقول لك اول حاجه ما عندهمش غالونتري ما عندهمش لا كورتوازي دو روت معناها مثلا كيما نقولوا نحن نتعمل له هكايا يكشبر ويتعدى في التويل عرفت يقفلك هو ولا خليك تتعدى ربي معك ولا وساعة لساعة مش الكل عملت لي فيجور دو ستيل لا تدي لو كونترير دو سكو تو بونس وي سي لانتيتيز لا اما ايش نقول لك حاجة والتبوريب يا وخالتي والتبوريب يا وخالتي وبتيت شوية انا مثلا كما نقول باش نعمل دورة بنسيس على كرهوبتي كحلوش تنسيس عليها يا بهيمة تصور انت واحد يقول المرايا بهما والا ثقيله هذا الكلام يتقال لازم نوسعوا بالنا شويه ساعات في الطريقه نقول لك سيني با باغازار في فرنسا يعملوا لا جورني دو لا كورتوازي دو روت يعملوها في مي دونك يلزمنا لا جورني دو لا كورتوازي دو روت والله لا اما فما عباد باش نقول لك حتى فما عباد يقتلوا تعرف اكل يقف ويخليك ويقول لك تفضل يعملك هكا يا مدام تفضل نقول انا مصاب منهم 20 500 مليون معني مثلا فهمت باش نغطي شويه على كتبوريب نتاع الاخرين لا السياقه الغفلات لا بيرسوناليتي دو دو كوندكتور سواء كانت مراه ولا راجل راه فهمت واش ترى نساء وكا فوالا دونك سي ميساج مادام حكينا اليوم على السياقه وكل شيء ان شاء الله ان شاء الله نحسنوا برشا في السياقه نتاعنا والله يشوف نتجراو نحكيو اما يلزم اون دو ريسبكتي راهو الطريق ولازم نحترموا البيتون ولازم نحترموا الاولويات وراهو سي تري امبورطون وانا الحقيقه انا نشوف انه السياقه في سوسه هايله برشا بارابور لتونس مثلا العاصمه ولا بارابور حتى الولايات فقس مثلا ولايه فقس مكتظه برشا نشوف انه سوسه سياقه فيها باقي رايضه وكلمه انا اللي يعجبني في سوسه انا نبدا نسوق وزوز نساء مثلا متعودين ولا راجل ومراه ما باش ما نقولش نساء بركه يتعداو ويقص قدامك ما يتلفتش للكرهبه ويمشي بشويه بشويه انت تقعد تتبع فيه تقول يا وخي قداش عندهم بالواسع يقصوا ما يهمهمش في الكرهب في تونس لا نبداو نتلفتوا يمين ويسار ولهنا الكرهب يعرفوا اللي العباد لي بيتون يقصوا عليهم ويعرفوا اللي هما ياخذوا وقتهم دونك هما بيدهم يوليو مرتاحين معناها ما فماش هيك ستريس نتاع تونس كان تونس راهي بيم عرفت يا بيما سي بون سي بون احنا واقفين قدامهم بليزير توش بكري غنينا نحينا ستريس تو بالتزمير عاود رجع لي ستريس دونك السياقه زاد ستريس هذاك علاش نحطوا برشا موسيقى ساعات في الكهرباء باش نحيو شويه ستريس ولا نسمعوا جوهره يفهم باش نحيو شويه جوهره حطينا جوهره يا سيدي اي اسمه معنا جوهره سيدي ما زلت متبراك يا بحثي فريمون ستبركيتها بالقد ايه حصرتها في التركينه هدي بن عمر خليتها هنا في كافي مون بليزير خليتك في الكوان فريمون ما عندكش ايشو براكاج حقيقي تعرف يعطيكم الصحه ما بون ما نجمش نقول خاطر توا شي يقول الشانق قدام اللي هكا ولا لا هاني ساكت على روح المثل التونسي يقول لك شي يقول ما يتقدم غاسله قل لي احنا حكينا بكري شويه على البياس دو تياتر نحب نغني اون ستريس وغنينا عملنا امبيونس طياره وحتى من بعد زيد في الكوليس غنينا شويه محليه الغناء وذكرنا يا حسره كرباكا وكالجو القديم وقعدنا نحكيو على كالجو نواغ بلون اللي ساعات اسمع ايش نقول لك حاجه يظن لي العباد هذوك الله يرحمهم كانوا يحبوا الفن بالحق وذاك علاش الفن نتاعهم حتى بعد هم ما يموتوا ب 50 ب 100 سنه مازال موجود مازال نغنيو شيري حبيتك مازال نغنيو كحله الهذاب مازلنا نحبوهم ومازلنا تو هذايا عبد الرزاق كرباكا في بالك حكايته حكايه غريبه برشا اللي هو كان يقرا في الزيتونه
تخرج من الزيتونة مازال له عام باش يولي كالتحسين التحسين. فما نوع هذايا معناها تقول انت بعد السيزيام يكملوا الشيوخ يخرجوا الشيوخ مازال له عام يتبعش المسرح والغناء يسمعوا به الشيوخ نتاعو يطردوه من غادي يدخل يولي يكتب في المسرحيات ويكتب في الغنايات ويتبع في الفن وجماعة الفن وفضيلة ختمي واللي تحب انت. وقت اللي مات ما خليش لا عرس ولا جاب صغار. معناها تصور انت ام خنسيب العباد يقولوا ماذا بيا نعرس بشكاكة حتى كي بعد انا ما نموت يقعد الذكر نتاعي. هو هاو ما جابش صغار الى حد الان ما نعرفش انا ما معناها تقول انت اللي حضرنا عليه اللي عرفناه ولتوا نقولوا عبد الرزاق كرباكا فهمت. شنيا هنية والدنيا هنية يا حسره كنت انا وهي نحيا بها وتحيا بها حياه الدنيا اللي تعدات وسنين تقول شي ساعات كيف ضحكنا الدنيا بكيت بكيت بعينيها وعينيا وتكدر حالي ومشيت هي ثنيه وانا ثنيه. هذايا وقت اللي تضرب في واحدة مرأة ومشيت عليه اللي هي فضيلة خدمي 15 سنة ومن بعد ديكش يقول يموت الحب بعد بعد 15 سنة يموت الحب اش يهمنا فيها احنا الله يرحمه فك عليا من وعاد. لا لا على خاطر فرانشمون الامبيونس هذايا والجو هذايا حلو سي لو باتريمون فينالمون راهو فما تاريخ بلادنا معناها سي وتقولي انت بكري العباد هذوما قعدوا حتى لليوم على خاطر الناس هذوما يافي با لي بواط دو جوردي اللي يعطيو في الملين ويعطيو في الفلوس للعباد وكل هذوما ايزون فيس كون ابل لار بور لار معناتها ناس خدمه الفن للفن وكهو خدمه الكلمه للكلمه الموسيقى للموسيقى تياترو للتياترو هذاك علاش وقعدوا هذاك علاش قعدوا خاطر سي سانسير وحاجه حاجه معناتها حاجه صادقه خرجت بيان سور بيان سور. ايجو نقول لك الفن اون جينيرال اخدموا بالمحبه يدوم تخدموا للربح والا التوا والا البوب والا المهرجانات ما بعطيكش ما يدوم في الواد كان حجر فهمت ما يدوم في الدنيا في كل شيء راه ريت السياسه زاده كيف كيف بون فك علينا من السياسه ما كل حاجه عملها وانت مقتنع بها وعملها للخير للاخر مش ليك انت فهمت يدوم. ليكريتور معناتها سي سا كونسيست معناتها كيفاش سي ان ترافاي داتوليي سي ان ترافاي بيرسونيل. كيفاش يكتب المبدع كل حد والفاسون تاعو هو انت كيفاش تكتب؟ والله انا والحاجه نختار مثلا قلت انا بعد ما كملت الماستر نتاعي وتعبه وفاده وقلقه قلت نحب نعمل حاجه ليا انا. مماتي الله يرحمها ماتت كانت ديما تخرفنا فهمت قلت نخدم هذا في هنا نخدم على الخرافه لمت برشا 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 خرافات نهار من نهار يمكن خرجوا في كتاب دونك خدمت على الخرافه بما اني ديما نحكي على المخزون الشفوي دونك سي انتو زاد كيف كيف بحثت على الغنيات اللي غنيوهم النساء فهمت كي تبدا في السوف ودرشنية وكل والكل من الجنوب الغربي بعديك في 100 نجمه ونجمه انا وحمدي الحمادي سي سون دي رونكونتر الدنيا كلها دي رونكونتر مثلا انا واللي ريت اليوم تلاقينا لو كورون ا باسي غدوه نجي نقول لك كريم شو قال لك نخدموا مع بعضنا سيليا دي زيدي سي كوم سا راهي الدنيا هذيا حلوه برشا خاطرها واسعه برشا على خاطرنا نتقابلوا كي نتقابل انا وعبد لو كورون باس سيغتينمون فما مستقبل مستقبل مش في المستقبل في خدمه مستقبل في اون امي عملنا ديو عاد مع غنينا ديكي ديكي مع بعض ما تعرفش بالكش نخرجوا مثلا كما نقولوا سيدي في الاغنيات هذيك كلها هكا ولا لا دونك حمدي الحميدي جا في 100 نجم ونجمه قلنا وقت 100 جات صدفه زاد اللي هي مئويه المسرح التونسي قلنا علاش ما نخزرولوش من اغوغار نتاعهن اللي هي نساء دونك عملنا تكريم وعملناها لما مسرحيه كبيره بالحق ميت نجم ونجمة ما جاتكمش مي هنا جاتكم ما بعطيكش هذيا عبسة ترى ميمو تلاقينا مرة ان 2010 تلاقينا مرة خدمنا مع بعضنا في صفصاف في تونس وقتها عملوا جماعة الصفصاف عملوا هكا مهرجان ثقافي في رمضان اسمه ليلي صفصاف انا نتلهي بالاورغانيزاسيون مع الاورغانيزاسيون كولتوريل وعبد ستار كل اللي موجود يقدم في الحكايات نتاعو دونك لو كورون ا باسي وليله من الليالي ما عندناش بروغرام خالد بن يحيى ما جاش درش يا ربي اش باش نعملوا قلت له تعرف عبد ستار يجا انا وياك قال لي اش باش نعملوا قلت له ايجا برك اش يهمك هيجا نعملوا هكا خطوط عريضه قال لي نحكيو على غناء انا نحب التونسي وانت تحب الشرقي قلت له اسمع اون امبروفيز
قعدنا من 11 الماضي ساعتين نتاع الليل واحنا اون امبروفيز والعباد مازالوا لين. انا قلت له نقول لكم ساعتين ونسكن في الزهره يا ولدي واحنا في المرسى نخليك خويا وفي فيناها. ومن وقتها جات الفكره و... بعد عام نعملوا في التليفونات لبعضنا يقول لي هدى امان هيا نخدموا دونك سي كوم سا فهمت. جات الفكره هذيا لو كورون اباسي ولات لما هو اللي مثلا كي نقولوا معايا واحد اخر نور الدين بوسلمي معايا اخويا اللي هو ميوزيسيان ما بيناتنا نسيت ما قلتلكش اللي فما ميوزيسيان في وسط الحكايه معناها فما موسيقى اون لايف دونك سي سيمباتيك. خفنا منها الحق كيفاش باش تكون رده الفعل خاطر ماهيش مسرحيه. والشان سي كوا الشان معناها سي دو لايف معناها كيف كيف؟ لا لايف انا نغني انا قلت لك ايش نقول الفنان معناها الفنان اون جينيرال المسرحي لازم يغني انا يظل لازم يغني لازم يشرح لازم عنده بريزونس. اما الاغنيه ماذا بيك تغني صحيح خاطر كي تغني غلط تنشز الودنين توجع انا بيدي توجع فهمت. وفوالا نغني لكم بارك الله فيك ميرسي عايشك. باش نحكي لك حكايه عندي صحابي من ايطاليا تقول لي انا حياتي تبدلت كي جيت لتونس على خاطر العباد يضحكوا على خاطر العباد يخذوك في عينيك. احنا رانا عندنا اون ريشيس مش فايقين بها مش فايقين برواحنا اللي احنا محلانا فهمت. يفو ايمي لازم تحب تونس تحب التوانسه فهمت بوغ لوغ دوني انا اللي تحب اوكي ما كل مربوط بالمحبه راك برونشي على الفيس برشا تبع لا 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 نحسك نواغي بلون شويه لا 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 كان عندي ولا نوميريك سي بون انا عندي انترنت لقيت روحي اللي انا ندخل على نص ساعه ترسيل ثلاثه سوايع داكوردو ترسيلي اربع سوايع ترسيلي الماضي ساعه من ساعتين تاع الليل ومن بعدك شو تقول شنو ومن بعد ما عندي تاز ولا لازمني نكملها ولا لا ثم ثم اشياء يلزمني نعمل لازم نعمل نبدا بروغرامي ومنظمه فهمت. عندي تاز عندي خدمه عندي نفوس عندي مسرحيات. جوستومون انا سالتك السؤال هذايا على خاطر كي حضرت ريسامون في بعض لي بيس دو تياتر تلقى لي مواقع التواصل الاجتماعي هذايا ولات اون سورس دانسبيراسيون معناها برشا كتاب يكتبوا في التياترو معناتها النصوص تلقى اشترها ضمار الموجود في فيسبوك مثلا اشترها مثلا تنبير موجود في فيسبوك سي روبخي معناها دخل في وسط التياترو ولا هو تكست نتاع التياترو نعرفش عندكش كومنتير على اللي قاعد لا سان كومنتير لا سان كومنتير تعرف علاش على خاطر توا هذوك متبركل عليهم بالحق لو انا كي ندخل ساعه على ساعه الانترنت وفيسبوك كل الكل سي انكرويابل قد ماشي كرياتيف اي اما هذاك الي كرياتيف وقتك تكتب نصك تهز له نصه فهمت وينك انت في الوسط كمبدع فين كتابتك انت فين خصوصيتك انت فين الاقلام تاعك انت تاخذ مره اثنين فهمت اما مش النص كامل معناها لهنا هذاك علاش قلت لك سان كومونتير فهمت حط بالحق يا بوكو دو كرياتيفيتي صغير ويبدوها سي انكرويابل تقول سي انكرويابل تونسيان كومبيان اللي كرياتيف فهمت هذاك علاش صعيب باش تضحك تونسي خاطر ذامر تونسي راهو ذامر ونبار بطبيعته معناتها باش يمشي في بياس دو تياتر ويضحك بالحق تو اغاش معناها لو سوغيغ نتاع تونسي صعيب شوي هو راهو ايش نقول لك في اون جينيرال كقاعده نتاع مسرح بكي اسهل من انك تضحك فهمت دونك نسبحك فو اتر جي من الداخل انت بيدك لازم تكون مهبول فهمت لازم تكون سيمباتيك مش انا راه مش انا اسمع انا ساعه لساعه عندي طلبه بتاعي جاوا تفرجوا في البروميير عاد يقول لي في دي ميساج يكلموا فيا يا مدام تهبل يا مدام عليك تقتل قتلتنا بالضحك ما بعديكش كيما غدوة ولا لندي يسخايلوا باش يلقاوني هكا اللي هكا مبزع باش نقول هما بداوا يا ولد ما جاوا الو ميتامورفوز توتال يقولوا لي خلينا امون درجين معاك كيما كنت نقول لهم لا عاد ممكن يكون مقال مقال هذاك هو فهمت مي نحكي اون جينيرال صعيب الحق صعيب باش تضحك ديما اصعب الذكاء اصعب من الضحك فهمت سي بور سا ما تلقاش برشا تلقى مثلا لمين نهدي لمين نهدي كي تراه تضحك سي ان تري بون كوميديا فهمت فما عباد ما نقولش انا راه خاطر انا اللي تفرجت فيهم اليوم شكون يعجبك من الساحه المسرحيه نساء ورجال المسرحيات اللي فيها صبغه تجاريه لا محال اما
في العموم المطلق كي تتفرج في التياترو شكون اليوم اللي تراه فريمون واقف على البوديوم في الصف بعد لميناتي كما قلت انت حسب ترتيبك انت؟ والله ايش نقول لك بالنسبه ليا انا لميناتي ضحكني بعد هو ما دخلت لطفي شو اسمه لطفي شنو لطفي العبدلي إلي سمباتيك بليد وكيك وماسك وجهه الجندوبي وجهه حلوه لا ايش نقول لك ما بيناتنا وجهه اللي فورميدابل تقتل انا مثلت انا وياها عملنا للا وقتها المخرج نتاعنا هشام رستم ميس جولي وقتها انا للا وهي معناها تقول انت البون نتاعي مش خاطر هي البون لا مي لي سمباتيك وجهها لي سمباتيك ولي تري سيريوس في الخدمه نتاعها ولو سيريو نتاع الخدمه هو اللي وصلها راه لا وجهها اليوم عندها اون نوفيل برودكسيون اللي هي اسمها العفشه مون امور تستاهلها وبليده وركيكه وماستر وضامره ايش نقول لك وجهها ضامره انا اضمر منها لما حالها شو الوقت عدى معك في سعوديه مدفع ميرسي بوكو يعطيك صحة بالحق قاعدين وقايت حلو وضحكنا وغنينا اون بلوس قولي عمود فان شو نقولوا الناس اسمها فينا البوكو انا نقول لهم مرحبا بكم غدوة جماعة سوسة كل 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 العباد الكل نحب في الصف معناها تقول انت تعرفوا على البلايص الاولانيين حتى الاخرانيين زاد كيف كيف سيت اون بياس انتي ستريس يزينا من ستريس يزيكم البسي اختاكم البسي واجاو تفرجوا توا تتفرجوا je suis certaine que ça va marcher. وعيني شفت كرونتينا وودني سبعت سبيتينا قداش نسكت وقداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا عيني شفت كرونتينا وودني سمعت سبيتينا عيني شفت كرونتينا وإذني سمعت سبيتين قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نقول إيش علينا إيش علينا إيش علينا كذب عيني نقول ما شفتش نسكر وإذني نقول ما سمعتش وإنت عامل لي ما فهمتش تسخيل عديت علينا صعيب عليك Jawhara FM.net. Nous sommes là où vous êtes.